مهرجان الدولي والفرنكوفوني للكتاب تحت عنوان بيروت كتب امتد على مدى 10 أيام. بيروت كتب عبارة عن برنامج مجاني يتنقل بين العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية كافة، ويستضيف 116 كاتبا ومؤلفا من رواد الأدب الفرنكوفوني. المسؤولة الإعلامية في المركز الثقافي الفرنسي ماريال سلوم: بإطار هالمهرجان الأدبي نستقبل أكثر من 116 كاتب وكاتبة، أوكي، نقدر ننظم من خلالهم لقاءات، مناقشات، إكسبوزيسيون يعني معارض، وحتى أفلام، وفي مسرحيات. مديرة المركز الثقافي الفرنسي في بيروت سابين سيورتينو تحدثت عن أهمية العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا، مشددة على جائزة بري غونكور. Une des forces de ce lien, ça passe par la francophonie. Donc c'est pour ça que nous avons voulu faire ce grand festival, comme je disais, avec la langue française qui est ce fil directeur, la langue française qui est en partage entre nos deux pays. ميشيل أوسيلو مخرج سينمائي يهتم بالقصة ويجسدها واقعا معيوشا. J'ai beaucoup d'histoires à raconter et une histoire s'est passée. لدي كثير من القصص لإخبارها، وأستطيع أن أخبر القصة في وقت قصير. المهرجان الأدبي يستمر لنهار غد، وقد تميز بأفلام سينمائية خصصت للأطفال ولقاءات تمحورت حول أهمية قراءة الكتاب في زمن الإنترنت. تراز الخوري، صوت لبنان.